السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 5 من سلسلة تمارين درس اتصال الدالة العددية. إذا التمرين يقول أدرس اتصال الدالة الجي على اليمين وعلى اليسار في النقطة X1 تساوي 2، هل جي متصلة في 2؟ إذا نبدأ بدراسة اتصال الجي على اليمين في 2. إذا لدراسة اتصال دالة على اليمين في نقطة خصني نحسب النهاية على اليمين في ذاك النقطة ونقارنها مع الصورة ديال ذاك النقطة. إذا خصنا نقارنها مع الصورة ديال جي ديال الجوج. إذا جي ديال الجوج راه معطية، إذا خصنا نحسبو النهاية ديال جي على اليمين في 2. إذا التعويض المباشر غادي إلى عوضنا غادي يجينا الجذر، إذا نعوضو إكس بـ2 غيجي 2 زائد 7 هي 9 ناقص 3 على القيمة المطلقة ديال 2 ناقص 2. إذا غيجينا الجذر ديال 9 هي 3 ناقص 3 أي 0 على 0، هذا الشكل غير محدد. إذا هنا خصنا نحيدو الشكل الغير محدد، وفي نفس الوقت عندنا القيمة المطلقة، يعني خصنا نحيد داك القيمة المطلقة. باش نحيد القيمة المطلقة غادي نديرو الإشارة ديال القيمة المطلقة. إذا القيمة المطلقة ديال إكس ناقص جوج، حنا كنعرفو بأنه بشكل عام القيمة المطلقة ديال إكس راه ممكن تساوي إكس إلا كانت إكس موجبة، وكتساوي لنا ناقص إكس إلا كانت إكس سالبة. إذا نفس العملية، القيمة المطلقة ديال إكس ناقص جوج كتنعدم في جوج. إذا على اليمين يعني إكس كتكون عندنا كبر من جوج، كيكون عندنا إكس ناقص جوج كبر من الصفر. إذا هنا كتكون القيمة المطلقة إكس ناقص جوج تساوي إكس ناقص جوج، وعلى اليسار كتساوي لنا ناقص إكس ناقص جوج. إذا هنا إكس أكبر من 2، وفي هذا المجال إكس أصغر من 2. إذا غادي نستعملو المرافق لإزالة الشكل غير المحدد. إذا المرافق ديال البسط اللي هو جذر إكس زائد 7 ناقص 3 هو جذر إكس زائد 7 زائد 3. إذا جذر إكس زائد 7 ناقص 3 غادي نضربوها جذر إكس زائد 7 زائد 3. إذا كنضربو في البسط وفي المقام، هنا النهاية بطبيعة الحال في 2 على اليمين، إكس ناقص 2 عامل الجذر ديال إكس زائد 7 زائد 3. إذا في البسط غنلقى متطابقة هامة على شكل أ زائد بي مضروبة في أ ناقص بي. إذا غادي تساوي الليميت ديال جذر إكس زائد 7 الكل أس 2 ناقص 3 أس 2 على إكس ناقص 2 عامل جذر إكس زائد 7 زائد 3. إذا الجذر الأس غتمشي مع الجذر، غيبقى لنا إكس زائد 7، 3 أس 2 هي 9، إذا ناقص 9، 7 ناقص 9 هي ناقص 2، إذا إكس ناقص 2 على إكس ناقص 2 عامل الجذر ديال إكس زائد 7 زائد 3 في 2 على اليمين. إذا هنا عندنا الإمكانية الاختزال بإكس ناقص 2 في البسط وفي المقام، تبقى لنا الليميت ديال 1 على الجذر إكس زائد 7 زائد 3 في 2 بلوس. دابا يمكن لي ندير التعويض المباشر. إذا كيجينا 1 على الجذر إكس كنعوضها بجوج، إذا هي الجذر ديال جوج زائد 7 اللي هي 9، جذر 9 زائد 3، وجذر 9 هي 3، إذا 3 زائد 3 هي 6، إذا 1 على 6. إذا الخلاصة، لقينا الليميت ديال جي إكس تؤول إلى جوج على اليمين إذا كبر من جوج، كتساوي لنا جي ديال جوج كتساوي 1 على 6، وبالتالي جي متصلة على اليمين في 2.
بنفس الطريقة غادي ندرسو الاتصال على اليسار في اثنان. اذا بنفس الطريقة ديال فغنلقى كذلك شكل غير محدد. اذا خصني نضرب في المرافق حنا نستعملو العلاقة اللي لقينا ديال المرافق، دونك هاد العلاقة هادي. اذا الا ضربنا في المرافق يجينا الليميت اكس يؤول الى جوج، اكس اصغر من جوج، اذا يجينا اكس ناقص اثنان. القيمة المطلقة x ناقص اثنان غادي نعوضوها بناقص x ناقص اثنان. علاش؟ لأن هنا عندنا x أصغر من اثنان، وبالتالي القيمة المطلقة x ناقص جوج غتساوي لنا ناقص بين قوسين x ناقص جوج. إذا في الجذر ديال x زائد سبعة زائد ثلاثة. إذا اختزلو ب x ناقص جوج. إذا تبقى لنا الليميت ديال واحد على ناقص جذر اكس زائد سبعة زائد ثلاثة اكس يؤول الى اثنان اكس اصغر من اثنان. التعويض المباشر غادي يجينا واحد، اذا ناقص كنعوضو اكس باثنان غادي يجينا الجذر ديال تسعود زائد ثلاثة هو ثلاثة زائد ثلاثة اي ناقص واحد على ستة. وحنا حنا حسب المعطيات كنعرفو بان جي ديال جوج تساوينا واحد على ستة، إذا تخالف جي ديال جوج. يعني لقينا بأنه الليميت ديال جي دي إكس إكس يؤول إلى جوج ناقص يخالف جي ديال جوج، إذا جي غير متصلة في جوج على اليسار. الان دابا درسنا الاتصال على اليسار، درسنا الاتصال على اليمين. السؤال هل جي متصله في اثنان؟ اذا بطبيعه الحال مادام لقينا الليميت ديال جي على اليمين كيخالف الليميت ديال جي على اليسار فجي غير متصله في اثنان.